مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. ولذلك الرسول يوم القيامة يقف على هذا الحوض. أنا أبغاكم تتخيلون، تخيل الآن الرسول يقولك تعال أنت يا إبراهيم تحديدا، تعال اشرب، وأنت يا عبد الرحمن، وأنت يا سعد، وأنت يا زيد، أسألكم بالله استشعروا هذه اللحظة العظيمة، وش راح يكون موقفك والرسول يناديك في عطش يوم القيامة؟ ثم إذا جيت عنده تبغى تأخذ كأس كوب تشرب، يأخذه منك يقول لا، إنما أسقيك بكفي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، وكل من حضر معنا من إخواننا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا، شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ويسقي الناس. طيب الحساب ما تم يا رسول الله، استشفع لنا عند الله، فيشفع ثم يبدأ الحساب. الحين شوفوا المرحلة الثالثة، الأولى شفع، الثانية سقى، الثالثة بدأ الحساب. وفي ناس تمر على الصراط، كلنا وإن منكم إلا إيش واردها. الرسول يوقف على طرف الصراط، ما خلانا، ما قال خلاص الحساب بدأ أنا بوقف وكل واحد يأخذ جزاء. الرسول يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم أمتي، اللهم أمتي. ثم يمر الناس يشوفهم النبي، اللهم سلم، اللهم سلم، لين يمرون. إذا طلعوا واطمأن أن الناس مشوا على الصراط، راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة. يا جماعة والله العظيم أن الرسول يستحق منا الحب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. جيب لي إنسان في الدنيا له فضل عليك مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويجتمعون الناس، يقول النبي إن الجنة لها ثمانية أبواب، وإن بين مصراعيها بين مساكة البيبان كما بين السماء والأرض، وإنه والله ليأتين عليه يوم وعليه زحام من كثرة الناس عند باب الجنة. فالناس واقفين عند باب الجنة ما انفتح الباب، والأنبياء واقفين، آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم وزكريا ويحيى. فإذا أقبل النبي وهم يستشفعون، آدم أنت ما شفعت لنا في الحساب، اشفع لنا يفتحنا باب الجنة. قال اذهبوا إلى نوح، نوح نبغى ندخل الجنة، ننتظر الجنة هذه طيلة أعمالنا وفي القبور مئات السنين وآلاف، اذهبوا إلى فلان. ثم يأتون إلى النبي، يا رسول الله اشفع لنا. فيقول النبي إن الله قد أذن لي أن أطرق باب الجنة. فيطرق الباب، متخيل صوت الباب؟ استشعروا. فإذا بخازن الجنة، منه رضوان، من؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام، قال لك أذنت أن أفتح. فتفتح أبواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد، ياخذك يا إبراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة، ويمسكك حتى يهديك ويدخلك إلى قصرك. اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين، هذا مشهد عظيم. طيب خلاص، طيب دخلنا الجنة، فهنا لا، فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار. يا رسول الله حتى أهل النار، حتى الذين عصوا، إن من أمتي من أدخله الله النار، وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار، اللهم إني أستشفعك فيهم. فيقول النبي، فيقول الله، يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا، يعني حدد لي عدد، ويقول اذهب وأخرجهم من النار. يقول فآتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجهم.
ثم يقول أدخلهم الجنة، ويبقى عدد فأشفع مرة ثانية فيحد لي حد فأخرجهم وأدخلهم الجنة، يقول 4 مرات، يقول فأستحي من ربي وأسجد مرة خامسة فأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار، فيقول يا محمد ارفع رأسك واذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، يقول فآتي وأخرج منهم، ثم أذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة، يقول فأذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، يقول فأخرج ما شاء الله من أمتي حتى يدخلون الجنة. ثم إذا أردت الدخول خلاص ألتفت فإذا برجل يلحق بي والملائكة تتخاطبه، يلحق الرسول يبغى يدخل الجنة والملائكة تسحبه، فيقول النبي يا رب إنه من أمتي، فيقول الله له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، أحدث يعني غير بدل أبدع يعني بدعة ابتدع، قال وسحقا سحقا فيؤخذ إلى النار. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.